واد المخدرات وهادشي اللي كاين راه داير عندنا هنايا، واد شي جديد اللي ظهر ديال البوفا ولا خارج على البنات ولا الشباب ديال الصغار. الشباب تيبان ليهم مدمر، لا فرصه، لا متفق، درهم ما عندوش، كارو ما عنده باش يشعلو. الشباب قود محيره بغا حسيرات، ما عنده ما يدير الشباب، اش غايدير؟ تبان لي عيد تبويقه وينوض يسرق ويكريسي ويبيع ويدير اي حاجه، وتنضيعوا بها الجينيراسيون اللي طالعه دابا هي تضيع. الحبس والانحراف والسرقه وغنبقاو دايرين الشلعاس لا وفاس اجرام ما كاين والو. البنات تيديروا على الميناج تصوروا الفلوس ماشي بروتين اليومي. هذيك ماشي بنت الناس بعدا، كنت بنت الناس كاع ما دير روتين اليومي كاع ما تبين وجهها. ياك بعدا ما كذبناش على شي حاجه ميته، انت حيه. ها هو من ناحيه الشباب ماشي تقارو ما عندهم ما يدير، تيقول الله ما لها يزرع الله ما يموت بلاد اخرى شنو غايدير الشباب، ولكن هما باغيين الشهادة باش يدمرونا. انا تيبان لي الظاهرة ديال الانحراف ديال الشباب اللي طالعين دابا اللي كيما قلت 16 سنة راجع للتربية راجع للمحيط اللي تنعيشو فيه. وهاد المخدرات وهادشي اللي كاين راه داير عندنا هنايا شحال تيقولو تقطع وما كاين والو. هذاك الشيء علاش الشباب طالع بحالكم همس تيقلب على الاحتراف ولا باغا يحرق؟ هذاك الشيء علاش قوى الانحراف، حيت قوى البطاله بزاف بلا ما نقول لك. ايوا وهاد الشيء جديد اللي ظهر ديال البوفا ولا خارج على البنات ولا الشباب الدراري الصغار، هذا الشيء راجع للوالدين والتربيه. لاقل الفلوس موجوده، فهمتي؟ تيفيق الصباح بنان تيقال الفلوس موجوده تحت المخده ضروري غيمشي للبوفا. والله ياخذ الحق في هاد الناس اللي دخلونا هاد البوفا للبلاد. الشباب تيبان لي مدمر، لا فرصه، بلا متفق، درهم ما عندوش، كارو ما عنده باش يشعلو. صافي تتبان لي عيد تبويقه وينوض يسرق ويكريسي ويبيع ويدير اي حاجه اللي ما طيحش لك على البال. هاد السياده تيرجع للمجتمع والمحيط الانسان اللي عايش فيه والتربيه والوالدين. يعني لما تكون الطفل عنده 16 عام 17 عام وهو تيستعمل هاد الشيء هذا وما عارفش التاثيرات اللي تترجع على بنادم في هاد الشيء هذا. يعني شنو نقول لك؟ ضاع الشباب عندنا، ضايع. ضروري خص يكون شي حل لهاد الشيء. ترجع للسبب الاول، ترجع للتربيه الاولى. لو كانت التربيه ما يوقعش واش دابا تيفيق الصباح تيلقى 4000 حدا، وهادو اللي ما عندوش تيفيق ما تيلقى والو، تيوضي يسرق تيوضي يدير اي حاجه. درويش اللي تيفيق الصباح تيلقى والو، واش فهمتيني؟ يمشي يسرق يمشي يدير اي حاجه باش يجبد الفلوس. ما عندناش مساواه البلاد في الاخر، شنو؟ الحبس. وتنضيعوا بها الجينيراسيون اللي طالعه دابا هي تضيع. شي الجينيراسيون اللي غيعولوا عليها من القدام هي اللي غتضيع، غتضيعها بالحبس والانحراف والسرقه وغنبقاو دايرين الشلعاس لا وفاس اجرام ويا ما كاين والو. ها الخوا الخاوي كاين شي موضوع اخر؟ عامر بزاف بغيت تفرقع دابا. قول لي احنا ما بقيناش كننعسوا، والناس ما بقيناش ننعسوا ليل نهار ما بقيتش نحسو. دابا تقول لي تصل تسعود مور العشاء، ملي تقرب العشاء تيعمر الشارع تنوليو نبيعو نشريو، تنوضفو ضاعة من الدراري الصغار ما عندهمش 14 13 داكشي ديال الكورة شي 16 واحد الشارع تيخوى ما تيبقى لا بيع لا شرا. الدراري الصغار وفين هو البوليس؟ فين هي التربية؟ فين هو بزاف الحوايج؟ ياك بعدا ما كذبناش على شي حاجة ميتة، انت يا حية. هو هادشي اللي كاين، هاد الشيء خصو شي حل بلا ما نهضرو على الغلاء وداك الشيء بزاف. خاص شي ناس انا بعدا نشوفهم على رؤوس الاصابع في هاد السوشيال ميديا، ناس واعيين ومثقفين راه تيهضروا مواضيع زوينه، هذوك هما اللي خصهم يحكموا البلاد. بحال الدكتور معشوق، بحال شي ناس بحال هادو، هما اللي خصهم يكونوا، هما اللي خصهم يحكموا البلاد. الحكومه خليو سيدنا الله ينصرو، نهضروا على الحكومه فهمتي. بحال الدكتور معشوق شي ناس بحالو، بحال السي اخ النوش دابا تيقول لك تفاح بحال هذا داير 12 درهم خصني نزيد فيه درهم، وشحال بغيتي يولي تفاح عندنا في بلادنا؟ ها حشومه موظف بسيط ولا ما ياكلش ديسير يخضر به ولا شنو يدير؟
من ناحيه الشباب ماشي تقهر، تقهر وما عنده ما يدير. تيقول الله ما لا يزرع، الله ما يموت بلاد اخرى، شنو غيدير الشباب؟ الشباب قود انحراف بغا الحسيراف، ما عنده ما يدير الشباب، شنو غيدير؟ تيبقى عندنا انحراف يمشي للحبس اللي كله وزهره. فهمتي؟ هو شي كامل رجع التربيه والمحيط اللي تنعيشوا فيه. باش نجيك من الاخر. عمر 32 33 عام فرصه اخيره تنبيع وتنشري بخير، بعيد على الصداع، بعيد على المشاكل، باش ما ندير شي حاجه هي خايبه. نعاون والدي وكنعاون راسي وبخير الحمد لله. هاد الدري تصبح تيبيع الحوت. حتى هو الدري اصله ليبي وجاي ساكن عندنا في المغرب. شد هدر ما هدر. وعايش هنايا والحمد لله تنبيع ونشري في الحوت بنار والحمد لله. ما نصور الشباب نصيحة لي بانه يبعد من الشهادة ويشد في قرايته ويتريني شحال من حاجة، اما الشهادة ما يدومش ليه، صحته هي الاولى. بنادم عنده 16 عام سولو هذيك لا علاقة، هذو كانوا تيبان لي علاقة تيجي هذوك اللي تتفرج بهم بعدا بنادم ما قاريش بنادم جاهل اللي تتفرج بهذاك الروتين اليومي حيت ما موضوع ما والو فهمتي؟ حيت كان بنادم واعي كاع ما يتفرج لك برنامج يدير على سورة القرآن وتلقى ما حافظهاش. هذوك يجيبوا الفلوس يخرجوا لا كاين شي ملوي لا كاين شي حرشة ضرب على ذراعها تخرج الناس البنات تيديروا على الميناج تصوروا الفلوس ماشي بالروتين اليومي. هذيك ماشي هذيك ماشي بنت الناس بعدا كتبت الناس كاع ما دير روتيني اليومي كاع ما تبين وجهها ولا قالت شي وحده شي حاجه تجي تحدانا بحال الرحمه سلا مقاطعه معروف روتيني اليومي ما موضوع ما والو بعدا اللي دايروا اللي قابلوا في اليوتيوب ولا كذا هو خص الحبس بزاف البنات فهمتي شحال من وحده ما بقاش تخرج من دارها متعقداش هذا روتيني اليومي لا فورما لا زين لا مجيب كري الزير الحشم على زين والخايب على هدا الله. النصيحه ديالي للشباب هو بنادم يتقى الله ويسمع سنه والديه ويديه في قرايته ويعطيه السبور فهمتي حيت حاجه ما دايما فهمتي دايما المعقول اه والمخدرات وهادشي هذا كامل ما منه والو منه ضياع الجيب والصحه هادشي اللي كاين اخيتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.